احمد هنا بيتكلم على امام عاشور. امام عاشور من اللعيبه اللي بتهاجم كويس جدا وبتدافع كويس بصراحه، ولكن في نفس الوقت كان حمدي بيقفل لك الجزء بتاع علي في لحظات او في اوقات الصعود الكثيره. نعم، وطبعا اكيد اسم المنافس لازم برضو يبقى واضعينه في الاعتبار واحنا بنتكلم على تكتك، لان أوكي. اكيد التكتك اللي انا هلعب بيه قدام سان جورج مش هو هو اللي هلعب بيه قدام بيراميدز، مش هو هو اللي هلعب بيه مثلا سان داونز، مش هو اللي هلعب بيه في كاس العالم مثلا. فكل مباراه اكيد ليها مساحه، واكيد وجهه نظر. من السنه اللي فاتت كان يا كابتن اسلام بنتكلم ان واضح ان حلم كولر انه يلعب مع النادي الاهلي ب 4-1-4-1، واضح جدا يعني. هو هو مش بنسبه كبيره مثلا ما لعبش معانا خالص مثلا 4-2-3-1 ما بيستخدمهاش، في بعض الاحيان لعب 4-3-3 بلاي ميكر، ان 4-3-3 احنا عارفين ان ليها اشكال كتيره، في وقت من الاوقات لعب بلاي ميكر واثنين سي ام او اثنين ارتكاز. فاللي عايز انا بشوفه حتى في رؤيته للصفقات الراجل متجه تماما ان هو عايز يلعب ب 4-1-4-1 يعني. ليه يلعب بها؟ خلي بالك 4-1 دي اقرب 4-3 صحيح، بس الادوار يعني مختلفه. ادوار مختلفه بكتير. ليه؟ الاربعه انت بتتهاجم فعليا بخمس لعيبه وما عندكش 10، عندك اثنين بيعملوا دور صناعه اللعب، واحنا اتكلمنا على ثنائيه امام عاشور ورضا سليم وازاي بيساعدوا في تطبيق فكر كولر في الاربعه واحد اربعه. لكن بالنسبه لكلام حضرتك او سؤالك بالنسبه للحاله الدفاعيه هنا، انا في وجهه نظري هيبقى على حسب المنافس. خلاص أكيد. برافو عليك. اكيد طبعا اكيد طبعا حمدي فتحي كان اقوى من امام عاشور كمسلز مش كفيتنس، يعني ما اجي اقول لا حمدي فتحي مصل كعضلات شكل بدني كجامب انما فيتنس لا. فيت امام عاشور لما يقف على رجله هتبقى الدنيا مختلفه، فيتنس عالي. وشفنا بالذات امام عاشور كمان عنده نقطه مهمه، امام عاشور عنده سرعه ارتداد. برافو عليك. هنا لو انت المصلز بتاعتك اقل سرعه ارتدادك بتزيد، لو المصلز زياده عن اللزوم لا مش هتقدر، ما هتتعب. فبالتالي لا امام عاشور كمان في نقطه مهمه بقى عايز اتكلم عليها بعيدا عن الحته الفنيه شويه. انا عاجبني جدا 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 تركيز امام عاشور. برافو. مركز ولا بيدلي باحاديث اعلاميه ولا بيروح مش عارف يعمل، وحتى الايموشنز بتاعته في المباراه وكل تعبيرات وجهه كلها شغل، هو جاي يشتغل يعمل الدور بتاعه ويمشي، ما عندوش انفعالات زياده، ما عندوش حتى انا اعتقد هو بقى بيفكر كتير بقى في البعد عن السوشيال ميديا، لا واضح في حاله تغير. التركيز واضح جدا جدا جدا. وبصراحه بكل امانه الشكل ده احنا شفناه في نهايه فترته مع نادي الزمالك، مش من دلوقتي. صحيح. لا، هو نهايه فترته مع نادي الزمالك كان واخد قرار ان هو هيتحول تماما.